بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة أو العرض سنوضح ما ستكون عليه المناهج لدوام AD. فهنا نجد بالعربي وبالإنجليزي. بالإنجليزي what is hashtag دوام underscore AD, ثم نجد أن الجواب hashtag دوام underscore AD is study, يعني دراسة, endowment يعني وقف, و education curriculum investment يعني استثمارات مناهج التعليم, طبعا التعليم الحديث الذي سيكون تعليم موازي. فالمناهج هي مسارات فيها أربعة مناهج, منهجين اعتبرناها مسار سما يعني مناهج دوام AD, يعني AD يعني التعليم سما, وعندنا مناهج دوام AD Art. فنفصل سما وأرت. طبعا هي سمارت يعني مناهج سمارت, طبعا باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. فعندنا المنهجين مع سما هي منهج الساينس مع الارت يعني الاس والاي ساينس مع ارت اللي هي علوم, والارت هنا في مجال سما هو التصميم او الفن الممنهج المقنن يعني التصميم, يعني التصميم الذي يخص علم المواد. أو المواد العلمية. وعندنا الام في مسار سما اللي هو الماث الحساب. طبعا هنا في المناهج ستبدأ من الصف الرابع ابتدائي, وذلك لتحديد أو لتعليم الصغار من سن 10 سنوات مسارين, مسار سما ومسار آرت, بحيث أنه مسار سما اللي هو علم المواد والتصميم الخاص بهذا العلم, يعني ما هو علم المواد وما هو التصميم لعلم المواد, وأيضا الحساب أو حسابات التصميم, لأنه هنا في سما مجال سما التصميم محدد اللي هو التصميم الهندسي. فكأننا نأخذ الطالب والطالبة من الصف الرابع الابتدائي, نعلمهم العلوم والمواصفات
الهندسية لعلم المواد، طبعا المواد الأولية مثل التي تدخل في 4 مجالات: المستخدمة في الماء والهواء والغذاء والكساء، يعني منتج الماء من إنتاج الماء كيف ينتج الماء حسب التقنيات الحديثة، يعني إنتاج الماء المستدام، يعني ماء من لا ماء، يعني منطقة ما فيها ماء ينتج الماء اللي هو من الهواء مثل الاستمطار. طبعا هذه تقنيات موجودة، في تقنية لإنتاج الماء من الهواء وبدون وجود ماء أصل، وبدون أيضا وجود كهرباء، حيث يعني إنتاج الماء ينتج أيضا من طاقة شمسية، فهنا تقنية الطاقة الشمسية وتقنية، وهذه تقنيات حديثة موجودة. فهنا مادتين: الحساب للطاقة الشمسية وإنتاج الماء بالطاقة الشمسية، يعني من الجو، يعني إنتاج الماء بدون كهرباء وبدون مصدر مياه من الجو، يسموه ماء الأثير. أما فهنا المادة اللي هي العلوم، ومن الماء ينتج الغذاء، ففي اللي هي المنتجات من بعد الماء، فالماء ينتج من مصدر لا ينتهي، يعني لو كان كنا في صحراء فكيف ننتج الماء؟ ما في ماء، وأيضا ما في كهرباء، باستخدام لوائح الطاقة الشمسية ينتج. فنتعلم الحساب وهي معادلة سوماث، سولر ووتر، ماء متدفق ثجاج، ماء ثجاج. فهذه التقنية موجودة، فهنا مادتين هامة. ثم مادة أو مادتين أخرى اللي هي في مسار آرت، اللي هي التصميم الإبداعي. مثلا الآن الماء يتم نقله عن طريق الأنابيب أو عن طريق القوارير، ماء الشرب، نحن نقصد ماء الشرب، ويستخدم البلاستيك، فهنا لا يستخدم البلاستيك لأنه لا نريد أن نستخدم الطاقة أو طاقة البترول، لأن كل البلاستيك ينتج من البترول. فهنا بنتكلم عن المستقبل لو ما أنتجنا البلاستيك. فوعاء الماء هنا يأتي في تصاميم إبداعية اللي هو الماعون، وأيضا وعاء الطعام من مواد طبيعية. وعندنا في المسار الثاني اللي هو آرت، فالآرت الإيل الآرت الفن الإبداعي، يعني كيف نخترع. فالطالب يتم تدرج معاه في المنهج كيف نخترع هذه الأوعية والمواعين من
مواد طبيعية مثل الخشب والجلود والمعادن الألمنيوم والقزاز اللي هو ينتج من الرمل. طبعا هنا في إبداع، وعندنا في تداخل في المسار الثاني الآرت بين الإبداع مادتين هي. فالقراءة reading هي أيضا للمنهج، يعني القراءة تعني القراءة والكتابة، فكيف نكتب المنهج وكيف نقرأ، يعني كيف كتب المنهج وكيف قراءة هي الكتابة. أما الكتابة ليست قراءة، يعني الكتابة هي الخط، فالخط يعني ممكن نحن نعطي قطعة أو مقالة مكتوبة اللي هي مادة الإملاء، أو حتى بالصوت، يعني هو يفرغ الصوت هذا يكتبه، فيكتبه كما هو. يعني الذي يكتب ممكن هو ما يفهم، بينقل نفس الكتابة ينقلها. فنحن نتجاوز طبعا هذه ممكن حتى الطالب في المدرسة بيتعلم الخط والكتابة، لكن نحن نتجاوز انه يتعلم القراءة، قراءة الفكرة. يعني عندنا فكرة فكر فيها الطالب، قال لك بسوي من الجلد المعون. فعندنا أمثلة في المناهج أو من الألمنيوم اللي هو يحفظ الماء أو يحفظ الغذاء أو يحفظ، طبعا عندنا الكساء برضو يكون هناك ابتكارات غير استخدام البلاستيك اللي هو من البترول، لأنه في السنين القادمة حينتهي استخدام البلاستيك والبترول. فهذه التقنية للجيل الصاعد يعني يتعلم إيش الأشياء المستحدثة، يعني مثلا الكهرباء من البترول حتوقف، حيكون من الطاقة الشمسية. السيارات بدل بترول نعبيها نعبيها كهرباء، الكهرباء تنتج من الطاقة الشمسية وهكذا. فنحن في المستوى الأول الرابع ابتدائي كل مادة، يعني نمسك المادة الأولى تدرس في فصل دراسي اللي هي علم المواد وخواص المواد والعلم الهندسي للمواد، يعني الماء كيف من الهواء، مادة الماء، والهواء مادة، والوعاء مادة كمان اللي هو للغذاء والكساء. وأيضا في استخداماتنا اليومية لحفظ الغذاء وحفظ الكساء، عملية مثلا زي كرتون، ورق الكرتون، كرتون كبير لحفظ الأقمشة مثلا والمنسوجات واللباس والكساء. والجلد لحفظ ممكن الماء في القرب، وأيضا مواد البناء ممكن تتغير. مواد الآن اللي نشوفها في كل الأجهزة وهذا البلاستيك ممكن تتغير. حبيت أدي فكرة عن مستقبل أبنائنا وبناتنا، يعني مثلا حتى الديكورات في البيوت ما نستخدم فيها البلاستيك. وبالنسبة للهواء كيف يكون الهواء متجدد في البيت وفي المكان اللي نعيش فيه، لأنه فيه غني بالأكسجين، فيصير الماء غني بالأكسجين هذا المنتج من الهواء،
في نسبة أكسجين 20% زيادة، فهذا نافع للصحة. وأيضا الهواء كيف نسوي التهوية في أماكن سكن الإنسان ونستغني عن المراوح هذه اللي بتدور الهواء واللي هي تعمل بالكهرباء وبالمغناطيس وكذا وحاجات زي كده. فكيف تكون الابتكارات ومجال العمل، ومجالات العمل كبيرة يعني في كل الأشياء، يعني حتى الديكورات وهذا ستعمل من الطلبة، ويبدأ التخصص يعني الإنسان يتخصص. فالدراسة هذه تستمر مثلا من 10 سنين إلى 6 سنوات، يعني عمره 16 سنة، فهو الآن أخذ المواد العامة كأنه 6 سنوات جامعية، فيواكب الدراسة، لأنه حتتحول المنتجات وهذا إلى منتجات تصنع باليد وتصنع للاستخدام وليس للتصدير وليس لل يعني كمصانع يدوية، الناس يشتغلوا. وطبعا في تعليم، يعني حيرجع الناس يشتغلوا في التعليم، يعني رابع ابتدائي 16 سنة يبدأ يعلم رابع ابتدائي ويعلم خامس وسادس، فيلتحق 6 سنوات لكي يتعلم التقنيات الحديثة. طبعا في المجتمع هذا نحن حنختار مثلا من مكان زي أبو حماد، فيسجلوا من هذا العام من يريد التدريس، حيبدأ التدريس أو الجدول في 5 ذي الحجة، فالمسجلين من رابع ابتدائي حيكون تعليمهم من 2000 إلى 8000 جنيه في السنة، يسجلوا كلهم، حيبدأ التدريس من 5 ذي الحجة 1443، والتسجيل من 10 سنين إلى 16 سنة، يعني اللي سجل 10 سنين دراسته 6 سنوات حتى يتخرج، اللي سجل 12 سنة دراسته 4 سنوات حتى يتخرج ويصبح مدرس لرابعة ابتدائي، واللي يسجل عمره 16 سنة بعد سنة يصبح مدرس، أو 15 سنة يصبح عمره 16 سنة. ففي فرصة للتعليم كما بدأ التعليم في الأول، طبعا تحت إشراف مهندسين، لأنه كل هذا البرنامج سمارت وكل التخصصات هي تخصصات مهندسين يعملوا أو يعلموا ويشرفوا على التعليم. والنظام نظام ساعات وجامعة، فالأربع ساعات السنة ب2000 جنيه، يعني 16 ساعة، 16 فصل، يعني في الفصل 4، يعني كل فصل فيه 4 اختبارات، أو فالاختبارات مستمرة وبعدين في نهائي، يعني كأنها دراسة منازل. وأرجو أني وضحت أن التعليم حيتغير، لأن المواد تغيرت والإنتاج الآن اللي يجينا من الأشياء من الصين وكذا حتتغير، فيصير عندنا اكتفاء ذاتي وتعليم وكذا كما بدأ التعليم في الأول، فيصير المجتمع ما يعتمد على استيراد الماء أو أجهزة الماء والهواء، بل هو يستطيع أنه يكونها، وحتى الكهرباء وحتى الغذاء اللي هو